جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل فاتت الركعة الأولى من الصلاة الرباعية، فهل بعد السلام الإمام يأتي بالركعة الأولى ويجلس للتشهد أم بعد الإتيان بها ويسلم دون ذكر التشهد؟ جزاكم الله خيرا. من فاتته الركعة الأولى من الصلاة الرباعية فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بدلها، وتكون هذه الركعة في آخر صلاته، وما أدركه مع الإمام يكون هو أول صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله فأتموا هذا الدليل على أن ما يأتي به بعد الإمام إتمام للصلاة فيكون آخرها، وما أدركه مع الإمام هو أولها. وأما رواية وما فاتكم فقضوا فإنها لا تخالف هذه الرواية، لأن القضاء يطلق على الإتمام أيضا. فإذا أتيت بالركعة التي سبقت بها فإنك تجلس للتشهد الأخير وتأتي بالتشهد الأخير كاملا ثم تسلم، لأن التشهد الذي جلسته مع الإمام يعتبر متابعة فقط ولا يحتسب لك تشهدا، وإنما هو متابعة فقط. نعم.